إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة. إذن أخيرا الأشغال جارية على قدم وساق من أجل تقوية المنحدر المطل على خباطة والشرفة الأساسية. بطبيعة الحال أشغال جارية مصطفى. بخير، لاباس عليك. شي لعبه
مع مصير بطارية سيدي بوغنادة. باقي ما عرفناش اخر المصير ديالهم، ولكن الاشغال هي قريبة اليوم، نستناش نشوفوا المصير ديال بطارية سيدي بوغنادة. الجو مزيان صراحة، اللي بغى يبحر ويستمتع في هذه الاجواء الجميلة فاكيد ان فرونا جنبات ديالها عامرة. اهم شيء هو ان الاشغال على قدم الوساق طبيعة الحال، من اجل تقوية المنحدر المطلع على خباطة. نتمنى ان الوتيرة تزيد ضعف باش تسهل الاشغال في الوقت المناسب ديالها، واللي تعطي اكيد نتمنى انها تعطي وتكون اضافة كبيرة ونوعية اللي تعليش.